نسلم عليكم واحد واحد للناس اللي في كرهبكم اللي متونسين بينا في دياركم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. نحكي وصحة سونتي كما العاده. اليوم نحكي مع الاخصائيه في الامراض الصدريه والحساسيه. تشرفنا بحضورها الدكتوره صوفيا بوسنين. اهلا وسهلا مرحبا. يعيشك مرحبا بكم ومستمعي كافي فام الكل. شكرا ليك نورتنا دكتوره. اليوم في الصيف نعرفوا احنا كي نقولوا ضيق التنفس نلقاوه جينيرالمون في الشتاء، ولكن عندنا توا هالعوام الاخيره ما نعرفش بالتغيرات المناخيه ولا بالعادات الغالطه والسيئه اللي نستعملوها كل يوم، ولا خلينا نقولوا احنا بريسك كيف كيف نفس البورسنتاج بين الصيف والشتاء. كان اكثر في الشتاء، كان ديما البرونشيت برشا في الشتاء، لي فيروس الامراض الجراثيم اكثر في الشتاء هما بصفه عامه، لكن ولينا زاده نلاحظوا اني في الصيف ما عادش اكل اللي يتعدى صيف لاباس من ناحيه الامراض الصدريه، ولاو عندنا برشا امراض سخانه، كحه، ضيق في التنفس. دونك كيما قلت انت سي سور العادات نتاعنا تغيروا برشا، ولينا عندنا المكيف الناس الكل. نتعداو من الكليماتيزور نتاع البيرو للمكيف نتاع الكهرباء للمكيف نتاع الدار. نرقدوا الكليماتيزور يخدم المكان اللي هو فوالا. دونك اللي مرض راهو ماهوش المكيف في حد ذاته، خاطر كيف تجينا دي فاغ نتاع سخانه كيما اللي جاو ناس نازل صعيب باش نقولوا للناس بطل المكيف جمله، لكن ثم زاده طرق اللي لازمنا نستعملوه بطريقه زاده تكون صحيحه وباش نجمو نحملو سخانة الصيف نتاعنا اللي ولات بالتغيرات المناخية كما قلت، اي او ميم طون ما يمرضناش كوميم برشا. واضح. بي الكليماتيزور ديجا موضوع طويل هذاك نجمو نقعدو ونحكيو فيه بالكدا بالكدا. فما اسباب كثيرة هو الحقيقة تخلينا قدام مشكل ضيق التنفس. نحكيو ضيق التنفس سيغتو الامراض اللي نتاع التنفس في الصيف احنا هذا شويه اللي يهمنا. دونك قلنا الكليماتيزور، دونك ما لازمناش نتعداو ونكونوا بقعه سخونه عرقانين وديريكت ندخلوا للكليماتيزور. دونك نحطوه ديما ماذا بينا في ال 25 26 باش تبدا تمبيراتور معتدله. الحاجات الثانيه زاده عندنا لي فيروس، راهو ما ننساوش اللي حتى في الصيف فما برشا امراض فيرال. نذكروا ليامات الكوفيد راهو اللي هو رجع في ليامات هذه، الحمد لله ما رجعش بالحده وبالصعوبه اللي جانا فيها عامين التالي والله اللي يعاود علينا كل الفتره هذيك، لكن يعطي كوميم اعراض نتاع كحه نتاع سخانه نتاع وجيع في المفاصل نتاع دي كورباتور، يعطي حتى قلق في المصارن ردين واضطرابات من الناحيه هذه. وليام هذيا كوميم فما نسبه نتاع كوفيد طالعه شويه، دونك حبيت نلفت شويه الانتباه باش ياخذوا باش ناخذوا الاحتياطات. ما عادش نعملوا لي تيست نتاع الكوفيد بطريقه سيستيماتيك كما كنا قبل، لكن اللي عنده في العائله ولا اللي عنده هو بيدو امراض مزمنه كسوسوا من ناحيه الكليوي من ناحيه القلب من ناحيه الرويري وعنده سخانه عنده قلق، ماذا بيه يمشي يشوف طبيب يعمل التيست باش يعرف زادة هو شنو هو الاجراءات اللي لازم ياخذهم. جوستومون بيه. دونك استحفظوا على ارواحكم، تحاولوا ديما تنتبهوا غسل اليدين البافيت والكمام حفظناهم شربة ماء هذوما الصغار وكذا لا ما فرش ان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. فما سبب اخر ويظهر لي فئه كبيره ممكن يتغشوا علينا توا اللي يسمعوا فينا اللي هو التدخين. التدخين هذاك العام 12 دوز موا سور دوز. فما اللي يدخنوا وعندهم مرض في الرئه، مرض مزمن معناتها لي انسوفيسونس ريسبيراتوار كرونيك، واللي ياخذوا حبيت زاد فريمون معلومه مهمه اللي عندهم ادويات وفشفاشات اللي ياخذوا فيهم على طول عندهم امراض مزمنه ماذا بيه زاد ما يقصوش على ادوياتهم في الصيف. صفة عامة في الصيف واحد ساعات يحس روحه مفرهد مصلع، ما فماش مطر ما فماش برد ما فماش كل التغيرات نتاع الشتاء، دوك ساعات المرضى يظهروا يزين انا قلقت من الدواء باش نعمل ترتيحة في الصيف. الترتيحة في الصيف هي غلطة راهي لازمها تكون مع طبيبه. فوالا نجمو ثم انواع نتاع امراض اللي نجمو في الصيف نخفوا شويه في الفشفاشات نقصوا شويه في الدويات، اما راهو ماهوش في جميع الحالات خاطر كيما جينا كل الايامات الاخرى سخانه قويه رطوبه، رانا عندنا برشا هيوميديتي احنا تو في الحمامات نابل حمامات فوالا في الجهه نتاعنا برشا برشا هيوميديتي والرطوبه هذيك راهي تحير الامراض الصدريه. واضح. دونك لهنا زاد ياخذوا احتياطهم اكثر واكثر. اسباب اخرى
اللي هي حساسيه، فما اللي عنده حساسيه ما نعرفش انا من التيسيو نتاع الدار نتاع المخادد نتاع نتاع الديلي في الديار سختو قرب من البحر اللي بال خلينا نقول احنا البني العربي. هو شوف الحساسيه بصفه عامه وقت اللي تبديل الطقس، وقت اللي ثم الهوميديتي والرطوبه، لكن احنا بحكم اللي نسكنوا قراب للبحر دونك الاعراض نتاع الحساسيه راهو حتى في الصيف عندنا منهم برشا موجودين. كي نقعدوا حتى البر نشوفوا السرد والهوميديتي، معناتها تشوف حتى الكراهب يصبحوا ساعات مبلولين، الكراسي يصبحوا مبلولين بالهوميديتي. دونك نقعدوا البر، نقعدوا على الفيراندا، لازمنا كمان ناخذوا الاحتياطات نتاعنا ونستحفظوا شويه من الهوميديتي اللي موجوده زاده. واضح. كوقايه ها نعطيهم وقايه لكل شيء، هما فما أسباب مختلفة الحقيقة لهنا حسب كل حالة وكل مريض موجود معنا في الاستماع، ولا حتى كان ما عندوش المشكل هذين إن شاء الله ربي يحميهم الناس الكل، ولكن الاحتياط واجب دكتورة. الوقاية قبل كل شيء، دونك الوقاية نبداو بالتدخين زعما نبداو بالتدخين على قلوبنا هذيكم كل يوم. اليوم باش نعملوا حل نتاع التدخين. شوف التدخين سي سور هي إفا عالمية مش نقولوا معناها، وفي تونس زادة برشا مدخنين وبرشا دو بلوز اون بلو جون، معناتها نلاحظوا انه الصغار من 12 13 14 سنه راهو يبداو يكيفوا. دونك هذه ظاهره بطبيعه اول حاجه نتاع الوقايه راهي الاقلاع على التدخين، باش نعطيو المعلومه معناها مهمه. فباش شكون يستصعبها كي نقولوا الاقلاع على التدخين، ولكن ان شاء الله في الايام الجايين نحكيوا اكثر عن التدخين سبيسيالمون. فما طرق اللي يعاونوا العباد، احنا ماناش حتى كيف يجينا انسان عنده ادمان للتدخين راهو ماهيش فلسه انسان ينزل عليها ويبطل الدخان، معناتها انا نتصور في المدخنين اغلبيتهم ماذا بهم يبطلوا، لكن ساعات تصعب عليهم، ساعات يظهر لهم جهم عليهم كما نقولوا. دونك يمشيوا يشوفوا ثم طب اخصائيين باش يعاونوهم على الاقلاع على التدخين، وثم طرق راهو سهلها تسهل، معناتها ماهيش زاده حاجه مستحيله. الانسان يكون المهم مقتنع انه يحب يقلع على التدخين، معناتها هذه الحاجه اللي مهمه، ما يمشيش وهو ماهوش مقتنع انه يحب يبطل. نقعدوا في الوقايه المواظبه على الدويات، اللي عنده امراض مزمنه سورتو في الصيف ما يقصش عليها. حتى كيف يحس روحه لاباس مش يستنى حتى لين تجيه مرضى ولا تجيه برونشيت ولا يولي صدره يزفر ولا يتقلق بالنفس وتجينا كريز، باش وقتها يرجع دويته. راهو فما دويات نعطيوها بطريقه وقائيه، معناتها مش وقت اللي تجينا الازمه ولا يجينا القلق ناخذوها، وقتها ما عادش عندها المفعول اللي حاجتنا به، ناخذوها بجوستومون اكل كريز واكل ازمه ما تجيناش. دونك ما تبطلوش على دويتكم سوف بعد استشاره طبيه. جوستومون ديما اي تدخل تقول مش من راسك انت تكلم طبيبك، تمشي تعمل كونسلتاسيون نتاعك باش طبعا ما يصير لك حتى خلينا نقولوا احنا مضاعفات سواء بالدواء ولا فمش كل من مخه يمشي حتى معناها سورتو توا في الجريب ولا في الضربين الهوائي يمشي الفارماسي ويخو كان لونتيبيوتيك واللي احنا طلعنا المرتبه الثانيه بعد تركيا في تونس. عالم الحق على مرتبه باهيه في استهلاك الكورتيكويد والانتيبيوتيك لابس عليه عني بيه هكاك. شكرا ربي يحفظهم الناس الكل، تبعوا بيان شكرا لكلام المختصين نتاعكم. شكرا لك دكتوره، يعطيك الصحه ومرحبا. مرحبا بكم. الاخصائيه في الامراض الصدريه والحساسيه دكتوره صوفيا بوسنينة، تلقاو الباساج كامل على الباج نتاعنا راديو كابا فيم. مدي ساعتين و25 دقيقه، 5 دقائق يفصلون على موجز اخبار. مدي ساعتين ونص